الو شباب، طيب اول شيء خلينا نقول كل عام وانتم بخير. والله جد كل عام وانتم بخير. بعرف اني تاخرت عليكم من ناحيه العيد يعني وكذا، بس يعني لا ظروف. طبعا يا شباب بشكر كل شخص اشترك في القناه وعلى التفاعل على اخر مش مقطع ولا الثاني الثالث اللي هو اللي يعني مع الاسف يعني الله، بس هو الوحيد اللي يعني صار فيه تفاعل اكثر مع فترة طويلة قاطع، والسبب انه كان عندي سترايك اني ما طرت القناة اصلا. فالمهم يا شباب، اليوم جبنا لكم جليتش اسطوري جديد لنق عن تجميع الجواهر في سنجل بلير. ما جربت في السيرفرات، ولكن يرجح انه يكون للسنجل بلير، لانه اذا عملت يعني في سيرفرات اذا غيرت الاعدادات في الجهاز الاوكيت اتوقع بيفصل النت، فما بعرف صراحة. فالعموم يا شباب الجلتش بيعتمد على هذا القرن، فطبعا لازم يكون عندك دبل 5 قرون لحتى تقدر تعمل هذا الجلتش عن طريق هاي المهمة يا شباب. لكن كيف تجيب هذا المتخلف؟ استغفر الله، كيف تجيب هذا القرون؟ لازم تقتل هذا المتخلف اللي راح نعمل عنه شرح اليوم، كيف يعني يتروض، شو مزاياه وكذا يعني. تمام، فتابع معي الشرح كيف بدنا نعمل الجلتش. فاول شيء لازم احنا نروح على البيت، لان انا حاطط صدت من هذا 5 يعني 5، كل واحد قرن يعني بعطيك قرن واحد، واحيانا ما بعطيك، فانت لازم تقتل لك تقريبا 6 ل 7 من هذا الوحيد القرن، ما بعرف اسمه بصراحه، لحتى الجلتش يزبط معك او المهمه تزبط معك. فانا مجهز اوريدي هنا عشان ما نضيع وقت، ناخذ معنا لازم يكون معنا في الانفنتوري. تمام، فطبعا يا شباب فكره الجليتش انه اروح على اعدادات الجهاز، بعدين اروح على التاريخ والوقت، الغي التاريخ التلقائي، وبعدين احط تاريخ معين اللي هو مايو، يا ربي فبراير، معلش فبراير، لازم يكون فبراير. تمام، طبعا هذا اول شيء. طبعا باقي التاريخ راح اعطيكم اياه مجزأ، ما بدي اعطيكم اياه مره واحده عشان ما حدا يسحب على المقطع قدكم صراحه، فما حداش يعمل سكيب، لانه اذا عملت سكيب انت مش راح تستفيد. يمكن انا حكيت التاريخ الثاني بعدها بدقيقه او هذا، فنصيحه مني ما حدا يعمل سكيب، وراح اعمل لكم شرح عن هذا الحيوان بشكل سريع لحتى ما يكون المقطع ممل يعني ما عليه. طبعا هذا الحيوان يا شباب زي ما انتم شايفين بيعيش في مناطق الثلج وقريب يعني على الشطان كمان، وزي ما انتم شايفين هالمنطقه امان هسه حاليا. فبدنا نخدره هيك على السريع، طبعا هو تخديره الطبيعي، وهذا المتخلف دمجه عالي، فلازم دير بالكم. وشرك في الكرون معي، لابس كرون على ركبتي الراس. المهم طبعا طبعا هو ترويضه بشكل سريع، تقدر تحط النبات مع طبعا نقدر نطعميه قناديل عشان ما يصحى علينا، وراح نلفله بشكل سريع لحتى يصحى يعني عشان حتى يصحى بشكل اسرع. وهيك الموضوع، وهاي صحي معنا يا شباب. طبعا هذا مع السد اللي له لازم تصنع عن طريق السميث. طيب تكمل الاعدادات، بنروح على التاريخ كمان مره اللي هو فبراير في شهر 2 2023. طبعا 2023 بتروح بتحط على تاريخ 27، بعدين ترجع على اللعبة. طب انك انت ما عندك طريق انك تنقل الحيوان معك، او ما عندك سدل انك تركبه عليه عشان تروح على بيتك او كذا، فانا شو بدي اعمل؟ انا بدي اقتل حالي بالاول، بعدها برسب من في عند البيت. طيب بما ان احنا برسبنا، انا راح اقول لكم كيف تنقل الحيوان عندكم في السنجل بلاير. طبعا بعرف في ناس بيعرفوا اللعبة كثير ما بدهم الشرح، لكن في شغلة مهمة راح اسمعكم اياها، يمكن انتم ما كنتوا تعرفوها. فانا بدي لازم اختار الحيوان اللي بدي اياه، بختار هذا الجبناه هسه اللي روضناه. طبعا بالنسبة للحيوان ما برسبن عند الأسرة، إذا كان في سنجل بلاير برسبن عندك أنت، أما في السيرفرات برسبن على أقرب سرير عنده، يعني ما بوصل عندك. إذا كان هو في سرير قريب عليه أقرب من بيتك، راح يرسبن عند السرير اللي بعيد عن بيتك. أوكي، خلاص الموضوع إنه أنا راح يرسبن الحيوان عندي زي ما أنت شايفين، وكمان أنا مسرع الوقت شوي عشان يرسبن بشكل أسرع عشان ذيك الوقت يعني. وبس في سنجل بلاير الرسبون اسرع من السيرفرات، السيرفرات بتطول جدا جدا جدا. وطبعا هاي السميثي
خلينا نصنعه على السريع لحتى نجرب الحيوان. طيب بما انه احنا عملنا التاريخ اللي هو 27 في شهر 8 في شهر يا رب الاثنين، نفتح الاعدادات بتلاقي مهمة هنا، اذا اختفت المهمة زي ما انت شايفين ملاحظين المهمة هنا اختفت، فانت ايش تعمل؟ بكل بساطة ترجع على التاريخ، يتحول على الشهر اللي بعده، بتخليه رقم 2، بعدين ترجع وبسكر الشنطة بتفتحها، المهم رجعت تمام، بتحدد عليها، بعدين ترجع التاريخ، ترجع على 27. بعد ما ترجع على 27 تعمل ستارت للمهمة، وهيك لانه الكرون معك مبروك عليك 2 جواهر. هسا كيف يجيك 3 جواهر بدل 2 جواهر؟ هذا كان راح اشرح لكم اياه هسه حاليا، لكن خلينا نرجع للحيوان عشان نشرح عنه. طبعا بنركب عليه السدل عشان تعرف نمشي فيه يعني وكذا وهيك، كل ما كان السدل مطور اكثر كل ما كان افضل للحيوان. وطبعا هذا مرة جبار جدا، ليش؟ لانه اول شيء بيجمع موارد كويس يعني، بس مش زي البرونتو كذا يعني، بس انه ربنا الله احسن من الترايك، سريع الاستمناء ما تنزل بسرعة، بس انا مفعل المفتاح عشان ما يتعب كثير عشان الشرح يعني. وطبعا هذا كل ما ظل انت ضاغط على الشاشة بظل يسرع 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 يسرع، خليني اعلي لكم الصوت، يسرع كمية مش طبيعية، الدبابة ماشي على الارض تمام. وطبعا لما تيجي بدك توصل على منطقة لازم انك لما بدك تضرب حيوان لازم اول ما توصله تضرب، مش تخلي الحيوان هذا يركض بس يلمسه لمسه وهو يركض، لانه راح يوقف فجأة. لكن اذا ضربته وهو يركض بدمجه دمج مش طبيعي، اشي خرافي على الاخر. هسه يا شباب كيف نخلي الجواهر يصير عندنا 3 بدل 2؟ بكل بساطة اذا انت شحنت برايم باس من زمان، ها ركز معي، شحنت من زمان قبل يعني، الحلو في الموضوع يا يكون هذا كليتش او انه تحديث من اللعبة. هذا التحديث الظاهر ما اعلنوا عنه، او يمكن اعلنوا عنه ما بعرف صراحة. هذا التحديث لا اعلن عنه، بس ما قالوا انه برضو للبرايم باس تمام، فيمكن هذا جليتش، فان شاء الله يكون مش جليتش انه جزء من التحديث بلاش يعني يخربوه زمان. طبعا زي ما انتم شايفين انا عندي البرايم باس مطفي، فكيف افعل البرايم باس او الجيم باس يعني من دون ما ادفع فلوس ولا شيء؟ بروح على الاعدادات على المشتريات، بنزل تحت اي اشي زي ما مركزين عندي الهان مع محل ما ظللت عندكم يعني، هان المنطقة اذا ضغطت عليها اي اشي اشتريته من قبل برجع لك، اللي هو التروتات اللي تبعت التروتات تبعت الجواهر يعني زي هيك، انت شريف بفلوس. فانا شو بدي عم بكبس على هاي وبنكل هذا، فهو مش ضابط لاني اصلا لازم اضبط الاعدادات، اخليهن اعدادات تلقائيه عشان نرجع النت. عشان هيك انا قلت لكم انه بالسنجل عشان يكون انا قلت لكم انه بالسيرفرات يمكن ما ينفع هذا الجلتش اصلا، بعمل هيك وراح ينكل كل اشي عنده وفتح البرايم باس. فانا لما يفتح البرايم باس انا المفروض اذا رحت على الاعدادات ظبطت الاعدادات من اول جديد يعني، اللي هو احفظه معي، بنروح على فبراير او يمكن مش فبراير مش متذكر التاريخ، فبراير، بعدها بنروح على تاريخ 27 نعمل نفعل المهمة كمان مرة، بس هي مش موجودة، بتروح المهمة هاي دائما كل 3 أيام تجيك مرة وتيجي هي عشوائية تمام. فبتروح على الشهر اللي بعده، لحظة شوي، بتروح على الشهر اللي بعده تروح خليه 2 عشان يجيك المهمة كمان مرة. لازم تسكر الشنطة بعدين تفتح رجعتك تمام، بتحدد عليها وبترجع على شهر 2 اللي هو 27 يعني 27، بعدين تعمل ستارت وهيك لازم اعطيك 3 جواهر. يا سلام، بدكم احسن من هيك؟ بكل بساطة يا اخوان، بكل بساطة بكل بساطة بكل بساطة، بتروح على عدد، بتروح بعدها بتحول على الشهر اللي بعده او يمكن هيك ينفع، المهم اجت حلو بعدين هيك والله هيك افضل، هيك اختصر الوقت، بعمل هيك بس بعدين بعمل هيك، اوه ذهب
والله أسرع. نفتح الشنطة ونحدد المهمة ونرجع على شهر، نرجع على شهر 2 ل 27، نعمل ريستارت وهاي كمان مرة، نعمل ريستارت وهاي كمان مرة. جواهر نايس. التاريخ هو 27/2/2023. وطبعا يا شباب احنا بعد ما لفلنا هذا المتخلف ليفل عالي جدا، راح يكون دمجه عالي وممتاز وبس. يعني هذا يعني زي هذا البرونتو 9000 دمه، نضربه ضربة عادية نقص 1000. اوكي تمام، هذا بعد ما رفعت ليفله كثير. تمام، رفعت كل الدمج، مش مكسته بس انه اعطيت تقريبا 60 ليفل بس للدمج. المفروض هسه نشوف اذا ضربت. هذا صرت بطيء انا. تمام، صرت بطيء، مش راح اقدر اضرب ضربة قوية. احفظه معي. مع هو هسه دمجه، هسه هو هيلث وهذاكا 8000. فطبعا نضرب ضربة، ووه نكس تقريبا 5000 بضربة واحدة. نايس، يعني الضرب يعني الضرب اللي بعدها اخر ضرب، يعني يعني الضرب الواحدة تعطيك 5000. يعني الضرب الواحدة 5000، المفروض ان هاي الضربة يموت مع المطرح زي ما انتم شايفين. يب، هذا المرة ممتاز للحروب والتكسير التانك، يعني الحيوانات زي البرونتو بيكسر الدفاعات وكويس. وهاي لازم سلم عليكم. فنصيحة مني، تابع هذا المقطع يمكن يفيدك. ما بعرف شو رأي اليوتيوب راح يعطيك، يعني يقترح لك، بس ان شاء الله ما يقترح لك مقطع شورت، لانه الخوارزمي يعني الخوارزمي هاي الايام مرة مضروب. فسلام.